ومليت الشوفان الصحية، بنجيب كوب إلى ربع من الحليب، نصف كوب من الشوفان، وبيض عدد 3، قليل من الملح والفلفل الأسود، ونطحنهم مع بعض بالخلاط، وبنوضع قليل من الدهون وبنضعهم لمدة 10 دقائق على حرارة منخفضة. وهيك بعد 10 دقائق طبعا ممكن احنا نضيف الزعتر، ممكن نضيف أي نوع توابل. عندي 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.